هلا هلا بيكم من حييكم أني وكل جروب جينا تنسليكم. عندنا فكرة اليوم وبكرة ما هي فزلك فيها عبرة رح ترضيكم. جمعت جروبي مع ضيوفي طرحنا الفكرة وقالوا صور صارت حلقة وبعفوية كوميدية أخرجنا بوشلشل فجلك عربية. راكان لميس وفادي نجاح سوسن جيني عبير صباح وسالم حنان وفضل ومازن جمال وجرجس وأحمد ياسين أندري ومحمد إبلين وهالة ورولة ومايا والباقي. هلا هلا بيكم من حيكم أني وكل جروب جينا تنسليكم. حبيتونا حبيناكم جروب الكل شي ماشي معكم رح يلقاكم. او جودوي انتم مورو فزلك عربية هذا ما هو زورو. ابدأ يومك اخر نومك كل حلقات تحضرها معنا تنسى همومك. احكي وشكي بس لا تبكي خلي الضحكة تبين جوا لون عيونك. انتم هالي وناسي وانا ارفع فيكم راسي اويدي من المحبة والبسمة شيء اساسي. خلي الفرح يجمعنا والضحكة حلوة معنا فزلك عربية مسلسل من اخراجي. هلا هلا بيكم من حييكم اني وكل جروبي جينا تنسليكم. اهلا وسهلا شرفتوا. اهلا وسهلا والله يا ام سهام الله يخلي لك سهام ما شاء الله مثل الورده كامله مكمله. تسلم يا رب الله يخليك. انا عندي كمان عادل هذا وحيدي الله يخليك. ونحن جايين مشان نطلب ايد سهام لعادل ابني يعني ما بعرف. اهلا وسهلا بتشرفونا. بس والله يا ابو عادل يعني الحقيقه انا المرحوم الله يرحمه الله يرحمه كانوا موصيني وصيه يعني ما بتجوز بنتي الا الى واحد مرضي، اذا ما انه مرضي ما بقدر اجوزه. فالله يخليك لا تحرجني قل لي ابنك مرضي ولا لا. ابني؟ ايه ابني يمكن ما في حدا قده مرضي بهالدنيا كلها. الله يخليك يا بابا. الله يرضى عليك يا ابني. لحلك ليش؟ قل لي. انا هاي شغله حادثه شفتها بعيني. بيجيب كاسة المي ايوه فاضيه بيعبيها نصها مي ايوه بيجيب شغله ثانيه فيها مي بيعبيها فوق النص الاولاني ايوه بيصير حليب قدامي على مرأة من عيني شفتها. شو؟ ايه؟ لك ايش عم تحكي انت؟ لك هذا خمر خمر سم الهاري اللي يهري مصارينك ومصارينه. هذا خمر؟ ايش هذا؟ خمر خمر بتساوي خمر ولا؟ اكو وين بدي اودي وشي انا قدام العالم اه؟ وين؟ ايش هي الجرابة؟ جايبة لك شي فيولة؟ قوم هذا من سم الهاري عم تشربنا اياه قوم. لك بابا ما بتعرف انه خمر ولك قوم ولا قوم. انقلعوا هذا عريس هاد اضربي انت والشكل. يا اهلين وسهلين بالمهلي يا ام شنكر. تبري ابي يا ام شنكر بعرف انه اخنا كثير مبارك انت بتعرفي العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. اي والله صدقتي يا ام سعيد العمر بخلص والشغل ما بخلص. بس انا جاي بارك لك والحقيقه الحقيقه كثير مستغربه يعني انت شلون جبتي ولد بنتي بهالعمر؟ لك داري العلم بهذا الزمن بيعمل المعجزه. يو اي والله الحق معكم. طيب ما صار شيء مشان قال جيبي لنا هالولد لنشوفه ونبارك لك ونسمي عليه. قومي قومي جيبيه. اي والله ما جيبي لك لنشوفه ونبارك لك فيه. اي والله يلا يلا شبكي ليش حطيتي؟ نسيت وين حطيته. ماما شلونك عمي شو اخبارك؟ منيح الحمد لله.
شلونك مرت عمو؟ والله مشتاق. الحمد لله الحمد لله. ايه الحمد لله، مشتاق لك كثير والله. خلي نظرك عندي حبيبي، خلي نظرك عندي. شو طبختوا اليوم؟ مجدرة ان شاء الله صحتين. حبيبي. ايه عمي. حبيبي انت مطول اليوم هون ولا تمشي؟ عمي ليه؟ شو القصة جاي؟ لأنه هلا نحن عندنا تقنين، الساعة 10 بيقطع الكهرباء، يعني بقى 5 دقايق بتقطع الكهرباء. هذا اللي بدي اياه. هذا بدك اياه؟ لا عمي، يعني انه الطبخة كانت طيبة عم بقول، ظريفة. لك انا عمك يا حيوان. رح انت شو جابك لهون عمي؟ لا لك ما بتستحي على حالك؟ يعني شو عليك؟ قوم نلعب، قوم نلعب من هون، خلص اخبسي انت. طولي بالك، اخبسي انت. فهماني الموضوع غلط، طولي بالك. شلون يعني فهماني غلط؟ لازم في تبويس لعمك بالقتوي، مو عيب عليك؟ لك لا، هو كمشني وشدني لعنده ما بعرف. ايه حبيبتي، ليكي انا عندي حماتي واختها وهدول معاهم زهايمر. ايه ما فيني روح معك. لك الله يعينني عليهم، دعي لي هلا بس لاخلص منهم. ايه خلص ماشي، انا بس راح بحاكيكي. ايه اوكي ماشي، باي باي. عليكي يا عمي. اهلا وسهلا، انورت. اهلا وسهلا. مين انتي؟ انا كنتك. شو كنتي ما كنتي؟ انتي وين بيتكم حبيبتي؟ يا خالتي هذا بيتي. بيت مين هون؟ تشربوا شاي خالتي؟ شاي؟ ايه شو شاي؟ يلا دقيقة. يو منو هاي؟ شو بيعرفني؟ انتي مين؟ انا ام شنكل اختك. ليش نحن وين؟ اي عميد اهلا وسهلا. تفضلوا هاي الشاي. تفضلي خالتي. سلم على ايدين. الله يسلمك. اهلا وسهلا، صحة ان شاء الله. على قلبك. شرفتونا. مين هاي؟ انت مين؟ اهلا وسهلا والله فيكم. بس ما شربتينا شيء. والله الصراحة خجلتيني قدامها. لك على ليلة قومي اعملي لنا كاسة شاي. ماشي رح اعمل لك شاي حماتي تكرمي. اتفضلوا هاي شاي. اهلا وسهلا، صحة ان شاء الله. على قلبك. شرفتونا. مين هاي؟ انت مين؟ يا اهلا وسهلا. لك بنتي انت شبكي رايحه جايه مثل ما كوك الحايط؟ اشربينا شاي. صرنا ساعه قاعدين ما شربنا شيء. هلا شربتوا شاي؟ زم الموت، ما دقنا شيء. طيب ماشي، شو بتحبوا تشربوا؟ شاي. ايه تكرموا. مين هاي؟ وين نحن؟ يخرب بيتها شو قليل الذوق، لك 3 ساعات قاعدين عندها، لك كاسة شاي وحدة ما عملت لنا. منيح اللي ما كنت معي، والله كنت انجلطت. امشي. اهلين وسهلين فيك عمي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عمي. يعني هيك انا خجلان شو بدي اقول لك، بس انه جاي اطلب ايد بنتك المحروسه على سنه الله ورسوله. يا اهلا وسهلا، شرفتونا. كل العالم خير وبركه. نحن قلنا شرط واحد بس. امور عمي، 100 شرط. انا بسالك سؤال، اذا عرفت تجاوب عليه بجوزك بنتي. جاهزين عمي، تفضل. انت بتعرف موعد اذان الفجر؟ أنا اللي بعرفه بيأذن الفجر الساعة 4:57. بري عليك، مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك بابا. منيح اللي عرفت، معناته بنقدر نقرأ الفاتحة. بس ما بعرف أقرأ الفاتحة. ما بتعرف تقرأ الفاتحة؟ شلون لك تعرف موعد أذان الفجر؟ عمي أنا بشتغل يعني شوفير للرقاصات بالديسكو، والمحل لازم يسكر وأنا بوصل الرقاصات قبل أذان الفجر، عشان هيك أنا بعرف إمتى أذان الفجر. من شان هيك نحن رح نقرا الفاتحه على روحك بدي. وليه؟ ليه؟ ما بتعرف الفاتحه عشان العنب.
بنتي اهلين. كيفك طنط؟ منيح جيتي بوقتك. شو بدي احكي لك؟ من وقت ما اجيت وهي قلبي وشها وقاعده لحالها ما عم بفهم عليها شيء ولا عم بتحكي لي شيء. ما شاء الله انت رفيقتها، يعني بتفهم عليكي اكثر وبتسمع لك اكثر، فهمي لي شو القصه. لا تاكليهم لا تاكليهم، هلا انا بعرف لك شو بدها. يا ريت الله يخليكي. اوف اوف اوف، ليش هيك عيونك ورمانين؟ لموش؟ كأنك بكيانة ما هيك؟ احكي شوفي شو صاير معك؟ ماني بكيانة بس متجاكرة كتير كتير. لا يا لموشة، أنا منولي حبيبة قلبك، احكي لي حبيبتي شو صاير معك؟ شو بدي احكي لك؟ اليوم صارت قصة معي بتبكي الحجر. اف خير إن شاء الله، شوفي شو صاير معك؟ هذا يا ستي مثل ما بتعرفي أنا قطعت الثلاثين وصار لازم نفكر موضوع الارتباط والزواج بشكل رسمي. ايه شو يعني شو صاير معك؟ هلا من كم يوم أنا وراحة على الشغل عم شوف في شاب قاعد بسيارته، أنا وراجعة من الشغل بشوفه نفسه قاعد بسيارته، لك بفتح شباك البلكون بالليل بتطلع بلاقي قاعد بسيارته. ودخلك حلوة سيارته؟ منلا الحلا قديمة ومهرتكة. أيوة معناها هو حلو ومجذب يا درسانة. إيه لا حلو ولا مقبور على قلبه مجذب، بس حسيت إنه أخلاقه عالية لأنه كل ما بمرق من قدامه بيوطي راسه هيك على الأرض. إيه لكن شو القصة؟ إذا لا هو حلو ولا سيارته حلوة، ليش من غاضة أنتي؟ من شو متجاكرة؟ لك يا حبيبتي تغاضيت عن إنه هو مو حلو وسيارته قديمة، قلنا ضلي راجل ولا ضلي حيطة. بس أنا شو اللي صار معي؟ قبلت بالبين بس البين ما قبل فيني. إيه اليوم أنا وراجعة من الشغل شفته واقف قدام البيت، أنا شفته هيك عم وطى راسه على الأرض وأنا صار قلبي يدق يدق يدق، قلت لازم حط حد لهي القصة. ايه رحت لقدامه وسألته، قلت له عفوا انت ليش بتضل واقف هيك قدام بيتنا؟ قام اطلع بوشي وابتسم هيك وقال لي لأنه النت عنكم مفتوح وما في إله باسورد.